بالون المعدة هو من أحد الحلول الغير جراحية لعلاج السمنة. هناك عدة أنواع من البالون نضعها داخل المعدة بواسطة المنظار بالفم، بعد ما نتأكد أنه ما في تكرحات بالمعدة أو ما في فتق بالحجاب الحاجز أكثر من 3 سنتيمتر. نزول الوزن بيكون تدريجي خلال 6 أشهر لسنة. تقريبا نزول الوزن بيكون حوالي 10 ل 15% من الوزن الزايد. طبعا للوصول لهالنتيجة هيدي بحاجة المريض انه يمتنع عن تناول الكربوهيدرات والحلويات والعصائر وممارسة اي نوع من الرياضة. مستشفى رؤيا الحياه.